ما شاء الله يمكن اتحاد السيارات والدراجات النارية في عز توهج الفترة هذه، يمكن 3 أو 4 بطولات سابقة وشهر نوفمبر تحديدا في 4 بطولات قدام عندكم. ايش سر التوهج هذا وايش رؤيتكم، انتم وين رايحين؟ طبعا هذا الحمد لله يعني بفضل دعم الكبير اللي نلقاه من الحكومة، من خصوصا من سمو ولي العهد. زي ما قلت لك الرياضة هذه محتاجة دعم كبير من الحكومة، لو ما كان في دعم كبير من الحكومة كان القطاع الخاص ما دخل معنا. مثل ما الحكومة صرفت وطورت رياضة كرة القدم والألعاب الطائرة والألعاب الأولمبية الأخرى بتوفير الأماكن المخصصة، إن شاء الله إحنا نقول رياضة السيارات هي الخطوة القادمة، لأنها زي ما قلت لك لها شعبية كبيرة ومهمة جدا أمنيا، حتى مهمة أمنيا لأنه الشباب كثير يستخدمون هالرياضة في أماكن غير مخصصة لها لأن ما عندهم أماكن. وإحنا الآن نسوي بطولة، البطولات ما تكفي، أنت تبغى كل أسبوع عندك فعاليات، عندك كل أسبوع تبغى اللي يبغى يمارس الهواية يروح للمكان المخصص له. إن شاء الله يعني إحنا متفائلين خير، ولما نتهيأ البنية التحتية في جميع مناطق المملكة حنقدر نشوف نقلة نوعية كبيرة للسائقين. وخططنا المستقبلية إحنا نهتم في الجيل الصغير، الأطفال اللي يبدأوا من عمر 6 سنين 7 سنين من الكارتينج، لأنه حقيقة إحنا إذا بنقارن الأبطال السباقات في الفورمولا 1 تشوفهم وين بدوا، كيف بدوا، كيف وصلوا للفورمولا 1، نلقاهم بدوا من الكارتينج من عمر 6 سنين 7 سنين ويبدأ يسابق، يوصل الفورمولا 1 الآن سائقين عمرهم 18 سنة وفي الفورمولا 1. فلا بد البنية التحتية، أنا عشان يكون عندي برامج تدريبية أستقطب هالأطفال واستقطب حتى غير الأطفال اللي هم اللي يبغون يمارسون الهواية يبغون يطوروا منهم، لازم يكون عندي معاهد ومقرات وعلى أساس إنه إحنا نقدر بشكل يعني نفعل الرياضة المحلية. إحنا اللي وصلنا العالمية الحمد لله، استضفنا الفورمولا إي وكان نجاح كبير في التنظيم، والآن نستضيف أكبر وأشهر رالي هو رالي دكار، فالحمد لله على الصعيد الدولي العالمي يعني أنا أشوف الحمد لله وصلنا يعني لشيء ما كنت أتخيل أن نوصل فيه في خلال سنتين هذه. لكن عندي الآن المهم الخطوة الجاية إن شاء الله حيعمل الاتحاد عليها، وأنا واثق إنه حنلقى الدعم الحكومة اللي هي توفير البنية التحتية والمعاهد والتركيز على الفئات السنية الصغيرة، على أساس إنه بعد 15 سنة ممكن نشوف عندنا سائق في الفورمولا 1 أو سائق في الموتور جي بي على الدبابات. الراليات الحمد لله أبطالنا موجودين في الراليات لأن يعني يسوقون في الصحراء وما يبغى له بنية تحتية، والراليات عندنا من زمان، لكن برضو نبغى اللي ينضمون للراليات ينضمون من عمر صغير. احنا نشوف في معاهد متخصصة برا في الخارج يسوقون الدبابات ويسوقون سيارات الرالي، يعني من الدبابات يسوقونها تقريبا من 6 سنين 5 سنين هم يسوقونها في الموتور كروس الدبابات الرملية، والراليات يبدأون من عمره 12 سنة 13 سنة هو يسوق سيارات رالي خارج وحتى يعني نظاما ممكن السائق يسوق الرالي إذا ما كان عنده رخصة، إذا كان أصغر من لأن ما هو يسوق في البر، إذا طلع الخط يجي المساعد حقه يسوق بداله في الطريق العام. فهذا المعنات أنه للسباقات الباب مفتوح للصغار، وأنا أتوقع أنه هذول هم المستقبل. يعني عندنا جيل الحمد لله ما شاء الله بدأ على كبر، لكن إذا إحنا نبغى ننافس ونشوف سائق عندنا في الفورمولا 1 وسائق يفوز بدكار وسائق يفوز بالموتور جي بي لازم أبدأ من عمر 5 سنين 6 سنين 7 سنين وندخل الرياضة هذه في المدارس، يكون في من ضمن برامج المدارس في توعية في المدارس للطلاب للأهل، حتى نبغى نقول أن عندك مشكلة إذا الطالب يبغى يتجه للسباقات السيارات ممكن الأهل يقول لك هذا مضيعة وقت ولا مو، بالعكس زي ما قلنا هذا احتراف وزي ما قلنا مصدر دخل كبير، فيعني لازم يتثقف الأهالي ولازم يتثقف الطفل، لأنه ممكن الطفل يكون مثلا يتميز في هالرياضة، يعني ممكن ما يتميز في الرياضات الأخرى، ممكن هذه هي رياضته، فيعني لابد الثقافة والوعي، وهذه من مسؤولية الاتحاد يكون في ورش عمل ويكون في تعامل إن شاء الله مع المدارس ومع الجامعات ومع القطاعات الحكومية. يهمنا كمان أيضا مو بس
التثقيف على السباقات، يهمنا ايضا يكون في ثقافه على القياده العامه في الطرقات العامه. احنا للاسف عندنا نسب كبيره من الحوادث، صحيح انه ساهر قلل النسب هذه، لكن ما زلت الان سلوك السائقين يا يكلم الجوال او من اقصى اليمين الى اقصى، كل سلوك هذه يعني هذه اشياء اخرى غير رياضيه كمان الاتحاد يهدف ان شاء الله انه يطورها، السلوك العام للقائدين المركبات، وان شاء الله عاد المطلوب مننا كثير، ولكن هذا واجبنا لخدمه الرياضه والرياضيين، وهذا واحنا وضعنا في هالمكان من قادتنا من الدوله على اساس ان نخدم الشريحه الكبيره هذه اللي هي حقيقه يعني من زمان ما اقول اهملت لكنها يعني ما اعطت الفرصه الكافيه لهم. الحمد لله الان الابواب انفتحت، صار عندنا قياده شابه واعيه وتهدف لدعم جميع القطاعات مو بس السباقات، ما شاء الله شوف المملكه الان تغيرت، ومتفائلين خير، وان شاء الله يعني انا اقول لكم انه بالدعم الموجود وبالرؤيه الموجوده انه خلال 5 سنين حنشوف فيه تطور كبير في رياضه السيارات. اخيرا سمو الامير، يمكن اكبر هاجس اعتقد يواجه الاتحاد حاليا اللي هو رالي دكار، يعني الحدث الاكبر عالميا ويمكن حتى الاخطر عالميا، كثير نسبه وفيات تصير فيه. هل الاتحاد جاهز لاقامه او استضافه مثل هذا الحدث هنا في السعوديه؟ والله احنا ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني قادرين، وجهزنا نفسنا بحنا يعني سعينا ان نطلق بطوله السعوديه تويوتا للرياضه الصحراويه قبل رالي دكار من 5 جولات، واغلب المناطق اللي يمر فيها الرالي هي نفس المناطق اللي حيمر فيها دكار، فهذا حيعطينا وقت ان احنا نجهز نفسنا، لان في مثلا كان عندنا الراليات مثلا في منطقه حائل وفي منطقة الشرقية صار مثلا 2 سنين توقف، وفي جدة صار 1 أو 2 سنين توقف، لكن اللي استمر حائل. فهمنا جدا لأن الرالي كبير وتجهيزات كبيرة، لازم بد أن يكون في تعاون، والعمل اللي يقوم فيه جميع الجهات الحكومية والأمنية، لأن رالي كبير وفي مناطق بعيدة في وسط الصحراء، فالمنظومة هذه كيف أنه الفريق من عدة الجهات المختلفة الحكومية كيف يشتغل مع بعض وكيف ينسجم وكيف يقدر يكون فريق واحد، هذه البطولة المحلية هي اللي حتهيئ لنا الفريق الإداري والتنسيق بين الجهات الحكومية وأمارات المناطق، وكيف أنه ندرب الشباب المارشلز اللي يشاركون في المناطق المحلية، كل هذه حتصب لنا إن شاء الله لما نيجي دكار حنكون جاهزين. وأنا زي ما قلت لك يعني العائق أنه ما إحنا المملكة العربية السعودية كإمكانيات إمكانياتها كبيرة جدا، حنا نستضيف أكبر حدث عالمي هو استضافة ضيوف الرحمن بالملايين، فالدولة اللي تقدر تنظم الأعداد الكبيرة وتفويج الناس هذولي في الأماكن زي مناطق مكة، مناطق وعرة، مناطق جبلية، يعني صعب أنك يعني تفوج فيها الناس، اللي قاد الدولة اللي تقدر تنظم هذه أتوقع دكار بيكون بالنسبة لها شيء بسيط. شاكرين لك وقتك سمو الأمير، ونتمنى لك المزيد إن شاء الله من النجاحات. شاكر لكم، وحقيقة يعني وجودكم معنا هذا أكبر دعم، لأن إحنا نحتاج الدعم الإعلامي زي ما قلت لك، لأن الدعم الإعلامي شريك ومهم جدا في يعني في تنمية هذه الرياضة، لأن في الأخير كمان المستثمرين القطاع الخاص إذا ما كان في تغطية إعلامية وما كان في وجود لتغطية الأحداث يمكن ما يكون لها وجود، فشاكرين لكم وبدعمكم وبدعم القطاع الخاص وبدعم الهيئة، وإن شاء الله بعملنا إحنا الاتحاد حنشوف الرياضة هذه إن شاء الله تتطور، ونقدر إن شاء الله يعني شيء نفرح فيه ونفتخر فيه أن كلنا كقطاع متكامل ساهم في نقلة نوعية لبلده ولرياضة بلده وأي شيء يصير في بلده، فشكر لكم.